السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علامات حسن الخاتمة. في بعض العلامات لو شفناها على أمواتنا، أصحابنا، جيراننا، أبائنا، أمهاتنا، إخواننا، بناتنا، زوجاتنا، بنعلم أنها من حسن الخاتمة. أول هذه العلامات النطق بالشهادة عند الموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ثانيا، الموت برشح الجبين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: موت المؤمن بعرق الجبين، موت المؤمن بعرق الجبين. ثالثا، الموت في ليلة الجمعة أو في نهارها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. رابعا، الاستشهاد في ساحة القتال، لقوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أيضا الخامسة والسادسة والسابعة، من صرع عن دابته في سبيل الله، ومن وقصه بعيره، ومن لدغته هامه هو في سبيل الله. فعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صرع عن دابته فهو شهيد. وعن أبي مالك الأشعري أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فصل في سبيل الله فمات أو قتل أو وقصته فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه بأي حتف شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة. الثامنة، من شهد أو من سأل الله من سأل الله الشهادة بالصدق ومات على ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. المهم الصدق، الإخلاص. وفي رواية: من سأل الله القتل في سبيل الله صادقا من قلبي أعطاه الله أجر شهيد وإن مات على فراشه. التاسعة والعاشرة، المائد في البحر والغريق. والمائد هو الذي يموت بسبب دوار البحر فله أجر شهيد. فعن أم حرام قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: للمائد أجر شهيد وللغريق أجر شهيدين. وعن أم حرام قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد والغريق له أجر شهيدين. 11، من افترسه السبع. عن أبي قانع عن ربيع الأنصاري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطعن والطاعون والهدم وأكل السبع والغرق والحرق والبطن وذات الجمع شهادة. 12، الشريق وهو الذي يشرق بالماء فيموت. 13، القابض على دينه في وقت الفدن، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم زمان صبر، إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. 14، من تردى من رؤوس الجبال، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من يتردى من رؤوس الجبال وتأكله السباع ويغرق في البحر لشهيد عند الله. 15، المرابط في سبيل الله، كل دي من علامات حسن الخاتمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لرباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيام، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري على رزقه وأمن الفتان. ولقول: كل ميت يختم على عمل الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله، إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله يوم إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. 16، من قام إلى إمام جائر فأمره بالمعروف ونهى عن المنكر فقتله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب، ابن عبد المطلب. ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. 17، الموت على عمل صالح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، وغيرها من الأحاديث. 18، الموت بالطاعون،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم. التاسع عشر الموت بالهدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. عشرين الموت بداء البطن من مات في البطن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو شهيد. 21 المرأة تموت في نفاسها بسبب ولدها فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أتدري من شهداء أمتي قالوا قتل المسلم شهادة قال إن شهداء أمتي إذا لقليل. قتل المسلم شهادة والطاعون شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة. 22 و 23 الموت بالحرق وذات الجنب الشهداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبع سوى القتل في سبيل الله. المقتول في سبيل الله شهيد والمطعون شهيد والغريق شهيد وصاحب الجنب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد وصاحب الحريق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيدة. 24 و25 و26 الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس والأهل لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد. 27 الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. 28 الموت غازيا في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم قالوا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد قال إن شهداء أمتي إذن لقليل قالوا فمن هم يا رسول الله قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيد والغريق شهيد. 29 الموت بداء السل فالقتل في سبيل الله شهادة والنفساء شهادة والحرق شهادة والغرق شهادة والسل شهادة والبطن شهادة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. آخر علامات حسن الخاتمة الموت في المدينة المنورة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت في بها. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة نعيمة. بحبكم في الله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.